السلام عليكم. اليوم نعرفكم ببعض المنشآت التعليمية والمدرسية التي تم إنشاؤها والتي سوف تفتح في هذا الدخول المدرسي الجديد تاع 2023 لولاية قسنطينة. والله الشكل تاع هذه المؤسسات المنشآت يتحسن كثيرا، يعني من حيث التصميم وكذلك من حيث الخدمات المتوفرة في هذه المدارس والثانويات. شيء كمثلا الأوديتوريوم أو الأمفيتياتر اللي عاد الآن جزء من المؤسسة نتاع الثانوية، التعليم الثانوي، شيء جميل. وكذلك حتى المخابر أصبحت موجودة متوفرة كثيرا في هذه الثانويات، والشيء اللي ما كانش موجود من قبل ولا يعني في يعني بعض الأشياء جديدة مهمة جدا، وقاعة الكمبيوتر وكذلك يعني فيه الواي فاي، توفير وسائل تاع التواصل الاجتماعي البيداغوجي في المدارس، شيء أمر جيد جدا. وكذلك إن شاء الله تحويل فيه تحول لاستعمال لطابلات في المدارس الابتدائية واللوح الإلكتروني في المدارس الابتدائية والمتوسطة، أمور كثيرة جدا يعني تتماشى مع المتطلبات تاع العصر التكنولوجي. هذا بدأت تحدث في على مستوى المحيط التعليمي والتربوي، شيء جميل. نخليكم تتابعوا ما تبقى من هذا الفيديو عن المؤسسات التعليمية في ولاية قسنطينة التي افتتحت الآن في 2023 دخول مدرسي. هذا أترككم تتابعون. السلام عليكم.